تكسر عظام أعدائها على أهون سبب وساعات من غير سبب خالص. عمري ما فكرت كسر عظام حدا، حتى اللي بيأذوني مو لشي، يعني مو مشانهم، مشاني بحس إنه نحنا بحاجة إنه نضل أرق. بتضرب في الوش وما بتخافش؟ بضرب بالوش وما بخاف لأني بكره النفاق. ليه قدرتي تستوعبي أماني وما قدرتيش تستوعبي ريم؟ يمكن بحياتي كلها تعرضت لصدمات كتيرة، بس هي كانت أكبر صدمة بحياتي. ده من دماغها ولا حد بيخليها تفكر زي ما بتفكر؟ الاثنين. أكيد بيكون في سبب. احتمال مرات الغيرة بتاخد شكل غريب. يعني لو جات لك قالت لك عاوزه تحترف تساعديها ولا لا. ما تساعديهاش؟ لا، هقول لك الحقيقه، لاني بخاف عليها من اللي هي فيه اليوم. ان عمرو دياب ما حضرش فرح شام بنتك لانه طلب اجر عالي. هو ما يعني احنا مالنا اصحاب، هو اصحاب مع طارق كانوا. يمكن هو بيعتبرها، مش عارفه كيف بيقيس صداقاته او كيف بيفكر فيها، بس انا مو زعلانه منه لانه هي مدارس. ما زعلتيش منه؟ ما زعلتش منه لأنه هو مش صديقي. سمعنا وشفنا حلمي بكر بيوجه لك كلامه، بيقول أصالة جت مصر بشبشب. هو بالنسبة له يعني كل الناس جت بشبشب، بس عموما يعني متعودة على كلام الأستاذ حلمي، بتعرفي، وبتسامح معاه. يمكن لأنه هو إلي ذكريات هيك معاه. هو كان متجوز بنت خالتي، كان بينه وبينها حوالي 300 سنة أقل شوي. شهرة أحلام أكتر علشان الغنى ولا إثارة جدل؟ لا، أحلام عملت حالة مع موهبتها، صارت حالة. من كان في ناس مثلاً بيعجبون أو ما بيعجبون، بس هي حالة. يعني مش هنشوف لا. راغب علامة ضيف في صولة؟ أنا يعني ما كتير إلي مرأة، يعني مو جعبالي. وأكيد هو مو جعباله، فيمكن ما يكون. أصالة مفلسفة للدرجة دي؟ أنت في صراع مع الزمن؟ إيه، أنا بصراع. أصالة، تقدم العمر بيزعجك كفنانة؟ بيموتني. ليه ما شفناش أبو بنتك في فرحها؟ ما قدر يجي، يعني هو عموماً غير متواجد بحياتهم على الإطلاق. قلتي في تويتا تعودت على الحب والمديح والدلع. مش غريبة وإحنا سمعنا إنك من وقت موقفك السياسي اتعودتي على التهديدات ورسائل الشتايم؟ شوفي، في حياتي كان عندي خلافات كتيرة مع ناس كثيرة من طفولتنا، مثلي مثلك، يعني مثلنا مثل كل البشر. بس في حياتي ما سمعت لفظ أو حدا يقلي على مرضي بطريقة بشعة بملافظ سوقية في حياتي ما سمعتها إلا لما ناس كتير ما عرفوش قصة مرضك غير بعد الثورة. غير بعد الثورة من الناس الرزيلة يعني. ومن وقتها أنا قلت هن أقلية، ورح ضل أقول ليوم موت إنه الناس فيه استخدم لفظ الناس السافلة أقلية، لأنه ما بينفع اليوم الحياة تكون قائمة على ناس مش كويسة، صعبة، قاسية، جاحدة. أنا برأيي الناس اللي بتقول هيك، يعني اللي بتقول ألفاظ لبعضها أو بيعايروا بعضهم بشي ما قلنا يد فيها، يعني أنا شو إلي علاقة إذا رب العالمين بعت لي مرض من عنده؟ هذا اختيار. الحمد لله على سلامتك. وبتشكروا عليه كل ثانية، بقول الحمد لله. والله العظيم منمونة لولا، وأنا أكيدة تقريبا أكيدة 99%، لولا ما رب العالمين عطاني هذا المرض يمكن لكن تهتميت بجسمي، ولكن تهتميت بمشيتي. اليوم أنا أكثر قدرة من الناس على الكعب العالي، تقريبا ببيتي بلبس كعب عالي. أكثر قدرة أني ألعب رياضة من بعض الناس اللي ما عندهم مشكلة. مرضي عطاني كتير كتير إصرار على أني أكون ناجحة، إصرار على أني أوقف. فيعني اللي عم يقولوا، بس يعني أنه انشتم بهالطريقة أو حدا يسب أبوي، يعني أنا بالنسبة لي كل شيء ممكن إلا حدا يسب بابا وأمي، فما بالك بيسبون بطريقة رزيلة كتير كتير. فاكتشفت طبعا إنه في ثوري، إنه كنت مفكرة إنه ما في قسوة بالدنيا هالقد، وكنت فكر إنه تجربتي السابقة هي أقصى ما يمكن يشوفه بني آدم عموما. طلع لا، في أقصى وأقصى وأقصى، يعني الألفاظ والاتهامات والكلام الرزيل كتير شيء قاسي.
كثير كانت قاسية علي، وما زالت كل شوي بتذكروني حبايبي بمسج بتدري شو بعمل؟ وحياة بابا بقرأ أول حرفين بعرف إنه هي رزالة، يعني شيء حدا بده يزعجني على طول بمسحها على طول، يعني حتى بحاول إنه خلي اللي جنبي إنه مسحوها، مش قادرة أحط عيني على هيك، مش قادرة ما بقرأ. قلتي في حلقة فأنا والعسل مع الإعلامي نيشان إنك بتتبرعي بأجر حفلاتك لثوار للجيش الحر في سوريا، قلتي إنك بتتبرعي بيهم علشان الاحتياجات الغذائية والدوائية بس، يعني ما بتبرع مش للتسليح يعني. جبتي الثقة منين؟ حسب ما بيقولوا لي هلأ كل شيء على النوايا بيبي. جبتي الثقة منين؟ اسمعيني، أنت لما بدك تروحي اليوم تتبرعي بجمعية بمصر وكلنا بنعملها طول الوقت، بنحط هون فلوس بنحط هون فلوس، شو بيعرفك؟ مو بس دي مش جمعية، دي أسلحة بيتقتل بيها ناس. مش أسلحة، لما بتروحي بتدفعي بتتبرعي للهلال الأحمر وبيقولوا لك بيجوا بيعطوكي ورقة بيقولوا لك أو عقد أو إلى آخره، بيقولوا لك إنه هاي الفلوس ريع الحفلة هاي رايح للدواء والبطانيات والغذاء والاحتياجات. ده للهلال الأحمر. الهلال الأحمر ما عمري عملت حفلة يعني جماعة غير لا مسلحة. ما عمري رحت عملت حفلة، وقسما بالله العظيم من خلق بابا ما عمري عملت حفلة، يعني من بداية الثورة مش ما عمري، من بداية الثورة لليوم ما عملت ولا مرة حفلة ري على الجيش الحر، لأنه لا يمكن أعملها لسبب باب، لأنه أنا اليوم أنا وإختي عكس بعض، يعني أنا بناحية وإختي بناحية، معقول أنا كون أدفع أطلع فلوس حق رصاصة ممكن تروح لأختي يلي أنا وياها عكس بعض مهما كانت خلافاتنا، أو أنا وكل لا انت زي ما قلتي بالنيات، انت بتعملي ده بنيه انه الاحتياجات غذائيه ودوائيه زي ما قلتي. لا ما عمري ممكن يقولوا لي انه هذا للجيش الحر واقول اوكي بس خذوهم للغذاء، لا يمكن، يعني الكل اللي تبرعت فيه وبتبرع فيه لليوم وحضل اتبرع فيه لبكره وبعد بكره هو للبني ادم المحتاج. مش رح اقول لك انه انا عندي كم من النبل بيخليني لما حدا بيطلب مني من الطرف الآخر وهنن أعز أصدقائي يلي هنن لهم علاقة بالطرف الآخر يلي هو في بالطرف الآخر ناس يعني ما عندهم ذرة التفكير، ذرة التفكير إنه نحن بالآخر بني آدمين وأهل وصحاب، لما طلبوا مني بالسعودية إنه عم يجمعوا فلوس لأشخاص مع النظام، جمعيات مع النظام، إني تبرعت بالضبط مثل ما بتبرع. هو مش نبل، لأنه يلي موجودين هون بالطرف الآخر منهم إختي، منهم كان أخي الله يرحمه، منهم كتير من أهلي، منهم أغلب أصدقائي يلي أنا إلي معهم عشرة عمر طويلة، فأنا لا يمكن أدخل بقصة إلى علاقة بحياة أو موت، لا يمكن. رأيي بداية كان كتير إله علاقة بس بالبني آدم، ما كنا عارفين حتوصل لهون، والحرية كل البشرية، أي بني آدم عنده ذرة من المنطق والفهم بيقول لا لا طبعا لا طبعا، لأنه أنا قلت من البداية أنا مع الإنسان، واليوم عملك أنا مع أي شخص محتاج سواء مع هدول وسواء مع هدول، وحتى لو كان هدول اللي عرفوا يرفضوا الفلوس اللي أنا بدي أدفعها أو بدي أتبرع. رأيك في الجيش الحر هو ما تغيرش بعد اللي شفناه؟ فيه وفي بيبي، بعد الجرائم، بعد داعش، في أشخاص عم تدافع لأنه عندهم إيمان إنه هن مضطرين يدافعوا على عن يعني ليصدوا هجوم، وفي أشخاص هاجمت والأخطاء صارت من طرفين، لكن بدايتها كان طلب نبيل وحر، والشخص اللي بيقلك نحن مو مع الحرية، نحن مو مع طلب البني آدمين لحرياتهم، وخصوصاً بعالمنا العربي اللي تقريباً هفتان ومعتر وبده إعادة أساساً إعادة تأهيل لأغلبنا. بس اللي حصل في سوريا ما وصلهاش لإعادة تأهيل، اللي حصل في سوريا فشل دمر سوريا طبيعي، تدمير لأنه نحن مش تأهيل. أساساً بني آدمين تعبانين، نحن مش مؤسسين أصلاً، فاليوم لما مننطالب يعني يا بيبي اليوم أنتي خليني أقول لك أنتي معلي إذا بتاكلي قتل من أبوك ليل نهار، يعني أبوك بيضربك ليل نهار، وقررتي مرة تنتفضي على أبوك وتقولي وبيظلمك وبياخد لك فلوسك وبيعمل لك ويعني عامل لك ما لا يعمل،
وقررتي لما كبرتي وفهمتي وتخرجتي انه تقولي لا يعني صحيح هو بابا، بس يعني مع احترامي لبابا كمان انا بني ادمي بدي اشتغل واخذ فلوسي، بدي يكون بني ادمي حره. ولكن ابوكي او ابوهم، مش هقلك ابوكي لانه مش منطقي اللي بدي كمله اقوله عليكي حتزعلي مني. هو ابوهم فعلا، ابوهم ما علمهم اشياء كتير. يعني نحن اليوم وانا منهم نحن بني ادمين ملعبكين، واللي بيقول لك انا شخص سوي وعم طالب بالحريه وانا فهمان شو عم اقول. خسرتي كم فنان سوري بسبب رايك او موقفك السياسي؟ كثير، بس اللي خسرته يعني اذا حدا بده يخسرني على طول فهو متخلف عقليا تقريبا. اذا حدا ما فكر لانه بيخسر شخص مقابل راي، ليه؟ ورايي كان راي كثير بسيط، وحياة الله ودرويش حدا تفاعل مع البني ادم. يعني انا تفاعلت مع اشخاص، لازم أي بني آدم عنده قلب بدق عنده نبض يتفاعل معهم. شباب مثل الفلة بدهم أبسط حقوقهم، بدهم يشتغلوا ليعيشوا بكرامة، بدهم حقوقهم الطبيعية، ما بدهم طول الوقت يكونوا عم يركضوا ويلهسوا بالحياة وهن خريجين جامعات وهن شباب مش ناقصهم شيء، مشان يكونوا بالآخر مش عارفة شو بيركض على أكلين، كان بمصر ولا كان بليبيا وكان باليمن وكان بتونس وكان بكل بلد طلع فيها ثورة. الناس شو بدها؟ الشباب شو بدهم؟ بدهم حقوق بسيطة، يعني متطلبات إنسانية. فمعقول حدا يكون ضد الحرية؟ ضد الإنسانية؟ قلتي رغدة طول عمرها واقفة مع الظلام، أي مش يمكن هي تكون شايفة نفسها يعني واقفة مع الأبطال؟ بالتأكيد لا، في ظالم بيعرف حاله ظالم، يمكن بينه وبين نفسه لما بينام على المخدة أو يعني أنا اللي بقوله اليوم لما بدي أقولك إنه رغدة كل عمرها مع الظلام، تاريخها يشهد بذلك، مش إنه أنا عم بحكي لك قصة سرية أنا عرفتها هيك بيني وبينها. أو شايفة إنه موقف رغدة مع النظام على أساس طائفي؟ موقفها مبني على أساس طائفي؟ بكره كثير هالكلمة، بكرهها لأنه بتعرفي أنا اليوم لما بدليل قصيدة سيدة عائشة اللي قالتها، ما بحب كلمة طائفية، بكرهها كره فظيع. فرحتي إنه ضربت؟ مش إنه فرحت، قلتي إذا ضربت أجمد من كده ما كنتش هفرح. أيوة بس عشان يعني عشان اعتدوا عليها بس كده فرحت تستاهل. يعني ضحكت مش فرحت، ضحكت يعني سلاني كونه إنه هيك عملوا، لأنه بحسها أكيد هي في عندها مشاكل كبيرة كتير من وجهة نظري، وأنا حرة عندها مشاكل. لأنه اليوم كنت بدي لك على شيء ببيتي ونسيت، والله مش عارف شو كنت بدي لك على رغدة. فاللي بدي لك يا إنه على حتى انفعالها ضد شعب بكامله غير عادي. بدي لك على الطائفية، سوري نرجع لهذا الموضوع. تعرفي أنا لما كنت أترجى ربي وتوسل له من 5 سنين إنه يا رب دخيلك بدي أحمل، وكان وما زالوا حيضل إنه فرح يعني إنه رب العالمين عطاني آدم وعلي، أكبر حلم في حياتي إني أحمل من تيتو وجيب ببيات. فتعرفي وين ندرت؟ طبعا ندرت بكنيسة، بأكثر من كنيسة، وأنا مسلمة وبفتخر إنه أنا إني أنا مؤمنة بالأديان عموما، وما بخاف إني أقولها. ندرت بكنائس وندرت بحسينيات. يعني بتقصدي انه بتحترمي الكنيسة زي احترامك للمسجد؟ مش بس هيك. انا ندرت بحسينيات، كنت عند اصحابي من الشيعة وهن من اقرب اصدقاء لي في حياتي عموما، وهن بيت الفردان، وكانوا عم يحتفلوا، كان في حسينية، وهونيك انا قلت اذا رب العالمين عطاني يعني عطاني هالبيبيات إن شاء الله حأجي أخدم بالحسينية القادمة بنفسي. يعني أنا حضيف الناس، وصار وحملت ورحت أخدم عندهم بالحسينية اللي بعدها، وصارت صاحبتي تساعدني وتشيل الصواني لأن كنت حامل وقتها، وأنا ضيفت الناس. فأنا أكره كلمة طائفية جدا، وأكره التفرقة بالأديان جدا، لأنه حتى بابا وقت اللي مرضت راح ندر لي بكنيسة ولليوم موجود ندري بكنيسة سيدنايا. فأنا هيك أفكاري. أصلا وقتها كمان لما فبكره كلمة طائفية، لما وقفتي ضد أحترم الشيعة وبحبهم وهن أقرب الناس لألي. لما وقفتي ضد الثورة في البحرين وقلتي إنك مش شايفة إن البحرين محتاجة ثورة، وقتها من الحاجات اللي تهاجمتي بيها وتقالت إنه أصلا واقفة مع الثورة في سوريا لأنه
الثورة في سوريا سنة ضد الشيعة، أما في البحرين فالعكس. ومن خلق بابا ما فكرت فيها هيك. أنا كل اللي بشوفه عموماً، تعرف يمكن لأنه نحن خلقنا ببلاد، يعني إن كان سوريا أو مصر، يمكن مصر لا يعني أفضل، بس بسوريا وبي اليمن بتصوري وبي وبي عدد من الدول العربية يعني لا بأس فيه، خلقنا بظروف سيئة. الظلم كان عنا جاحد، كنا عايشين. فلما بطلع على الخليج، إن كان الكويت أو السعودية أو البحرين أو الإمارات، الإمارات بتشوفي الناس طبعاً في فقر وطبعاً طبعاً في احتياج. كل بلد في العالم، أمريكا فيها اللي بيطلع أوباما وبيتشدق بيتشدق طول الوقت بالحريات، فيها تعتير وفيها مظلومين وفيها 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 ظلام. كل الدنيا عايشة هيك، ولكن بنسب، نسبة بلادنا كانت كبيرة كتير. فأنا لما بطلع وبشوف اللي بشوفه، بشوف استقرار، بشوف راحة، بشوف إنه كل الدنيا شغالة. ما بشوف شحادين مثلاً، أو ما بشوف شحادين كتير بالحقيقة. عمري ما شفت شحاد بالبحرين، أقسم بالله العظيم وراس بابا ما بشوف. وبشوفهم كتير متعاونين مع بعض. طيب، وبشوف بالبحرين، اللي شفته بالبحرين، أغلب العيال الكبيرة اللي بدت وكافحت وصارت ومعاها فلوس كتير، وهن يمكن من أغنياء البحرين، هن من الشيعة. فأنا اللي قلته هو بناء على اللي شفته، أو هذا وجهة نظري. واليوم أنا عم قلك إنه شو أنا وجهة نظري بالأديان، مو بس بالطوائف، بالأديان عموماً. عموماً غريبة إن بعد هجومك على بشار بالشكل ده، وبعد أرائك اللي أنت مقتنعة بيها، نقرأ لك تصريح بتقولي فيه إنك لا تحملي أي مشاعر كراهية لبشار ولا لحدا. كمان قلتي إنه أقصى أحلامنا إن سوريا بعد 100 سنة تكون زي مصر وقت حكم مبارك. كمان يعني هذا رأيي ورأي كتير ناس. يعني أنا بشوف إنه مصر كانت وقت حسني مبارك فيها، هذا اللي شفته من خلال الصحافة، كان في حرية ولو بقدر ما. أنتوا يمكن بتعرفوا تحددوا قدي هو هذا القدر. أنا كنت شوف، يعني حتى كنت انبهر الصراحة، مو بس شوف يعني. والناس بالشارع كانت بتحكي عن على حسني مبارك عادي، وبيقولوا حسني مبارك بدون ما يقولوا شيء قبله عادي، وبينكتوا عليه بالتلفزيون وهو موجود عادي. في سوريا ما كانش كده حقيقي. لا طبعا، لا طبعا، في سوريا ما كانش كده حقيقي. يعني أخي بيسترجي يقول لأخوه حافظ الأسد، أو يعني الله يرحمه يا رب، أو مثلا بشار الأسد، دوما يقول سيادة الرئيس الدكتور لأخوه، وعم يحكي هو أخوه بأوضة القعدة وما في حدا، يعني غير أمه عم تطبخ بالمطبخ. كانوا بيقولوا في سوريا فكرة أنه ممكن يطلع حد من البلاعة بياخدك وينزل. يعني هذا اللي أصدت فيه باب. بس إن شاء الله، لا إن شاء الله بتتطور الدنيا أسرع. وأنا كثير كثير أكيدة إنه الشباب اليوم عندهم استعداد إنه يخلقوا الأشياء أسرع مما نحن حتى نتخيل. الشباب اللي صنعوا الفكرة بيقدروا يكملوا فيها. صحيح اليوم في عنا منغصات للثورة كثير، أخذت أشكال دينية، أخذت أشكال معينة، ولكن وهي منغصات طبيعية، منغصات طبيعية، لأنه مثل الفن. اليوم شوفي، تخيلي اليوم في موزارت، في باخ، في بيتهوفن، في أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، فريد الأطرش، أسمهان، وفي سذج، والمهرجانات، وفي الهبلة اللي طالعة تتنطط، وفي المجنونة اللي مفكرة حالة بتغني، وفي وفي. تخيلي هدول محسوبين على الفن طبعا، وهكذا. فما بالك ثورة، داعش بده يطلع داعش ناس متسلقة عليها كتير. داعش منغصات بالتأكيد، بالتأكيد، بالتأكيد. ما ندمتيش ولا لحظة على تأييدك للثورة بسبب داعش؟ لا، ما في شيء يعني بتصوري في قيم كبيرة. يعني معقول هلأ اليوم نقول الموسيقى شيء حقير كونه في أشخاص شوهوها؟ لا طبعا، الموسيقى من أنبل الأشياء اللي خلقت في التاريخ. بتعرفي الموسيقى قادرة مرات على أنه تحرك مشاعرنا وتحورها. يعني أنت بتكوني بتحبي الشخص الفلاني، بتسمعي بتغصي بتتذكري له، أو متضايقة من حدا، بتسمعي فيروز قررتي تسامحي معه، تسمعي أم كلثوم تقولي رايحة. يعني الموسيقى هي المحرك الأساسي لحياتنا. معقول تتشوه بهالشوية هبل اللي طالعين يتسلقوا عليها؟ لا طبعا، أكيد لا، بيضلوا متسلقين ومتسلقات.
سمعت انه تم منع دخولك لبنان، اتمنعتي من دخول لبنان بعد ما وصلتي المطار بالفعل بناء على تعليمات صادره من النظام السوري اللي امر بملاحقه اصاله. صح. وقتها حسيتي انه الثوره زادت السوريين حريه ولا حسيتي ان زادتهم قيود على قيودهم القديمه؟ زادتهم حريه. زادتهم حريه، حسيتي بحريه وانت بتمنعي من الدخول. مسافة ما بين مطالبتك للحريه وتاخديها، المسافه هي كثير بايخه، هي اللي نحن عايشينها ويظهر انه حنعيشها فتره طويله، ما حدا بيعرف قديش حتطول، يعني خصوصا ببعض بلادنا العربيه منها مصر، سوريا الى اخره، اليمن، تونس، ليبيا العزيزه. فالمسافه هي اللي صعبه كثير ما بين الطالبه، مثل الست اللي بدها تتطلق من جوزها، بدها تتطلق من جوزها، تاخذ هيك بتاخذ فتره، في فتره هيك بلا طعمه اللي هي بتصير بتاكل فيها قتله كثير، ببهدلها كثير، بشرشحها كثير، بتعيش فيها بقى بتتصاعد الامور. حتى فتره ما بعد الطلاق كمان ارتباك نفسها، ارتباك فظيع. قلتي البدايه الجديده، يعني قلتي ان لم اكن حاملا لكنت في مقدمه الثوار، وخصوصا بشكل الاول رائعه كانت، شباب شابكين ايديهم ببعض او عم يلوحوا هيك بايديهم لفوق وبيغنوا للحريه، وكثير منهم واسمائهم كثار مشان ما بدي اقول اسم اظلم اسماء ثانيه، اسماء كثير الشباب مثل الفله كانوا هن اللي بيوقفوا بيعدوا على كتاف بعض ليغنوا للحريه. كنت كثير بتمنى انه اكون معاهم وغني معاهم للحريه. اصاله ولدت وقامت بالسلامه، امتى هنشوفك هناك في مقدمه الثوار؟ شكل المظاهرات اختلف، شكل الثورة كله اختلف؟ لا مش الثورة، شكل يعني في شكل ما اختلف، يعني هن نفسهم اللي عم يطالبوا ما زالوا بيطالبوا، بس يمكن راحوا يشتغلوا بمكان تاني، لأنه صار ما عاد فيهم أنهم يتجمعوا ويغنوا وينادوا للحرية، لأنه صار ممكن يتقوسوا كلهم أو ينداسوا كلهم بالدبابة أو ينقصفوا كلهم من الطيارات. يعني عمرنا ما حنشوفك هناك، عمرنا ما هنشوف. لا مش عارفة أصالة عمرنا مع صور، مش عارفة عمرنا. أنا بتمنى أنه لو الدنيا تكون أكثر سلام أو يصير، ما بتعرفي بكرة شو ممكن يصير، لو أنه ترجع الدنيا لما قبل هيك للبدايات البدايات، إيه لو أصالة. هلأ اليوم قرر الطرف الآخر أنه يقول لكم ما رح نقتلكم، ما رح لا بالتأكيد أي حدا فينا خصوصي الست ما بدها. أنا بقول مرات تعرفي الأولاد شو بيعملوا، كونك تجيب أولاد بالحياة بيكسروكي مسؤولية، فكري فيهم قبل مسؤولية. نفسك بيكسروا فيكي شيء، كلمتك حرة بس مو 100%، موقفك حر بس مو 100%، يعني بالآخر أنا في أولاد كتير حيتأثروا بغيابي. مشان هيك كان يقول أنيس منصور لما كتب مقالة حسيته كتير صادق وكتير حقيقي، لما قال إنه هو ما جاب أولاد لأنه بده تضله كلمته حرة، سواء كان هذا الموضوع حقيقي أو لا، ولكن هي الحقيقة بحد ذاتها، أن الأولاد طبعا بيخلوا في عندك دائما خوف. ما بتفكري في حد قبل ما تفكري في نفسك، وممكن تخافي على نفسك علشان حد. أكيد. أصالة سؤال أخير في الجولة الأولى، عندك مشكلة كل هذه الجولة الأولى؟ طبعا. عندك مشكلة كونك أصبحتي مبغوضة في الوسط الفني السوري بسبب آرائك ومواقفك السياسية؟ ايه بزعل كثير، في ناس تزعلي؟ ايه في ناس كثير كثير بحبهم اقول لهم افضال علي كبيرة، منها منهم الأستاذ دريد لحام اللي كنت اقول له بابي وحضل اقول له بابي، وإذا شفته يعني غصب عني بدي اقول له هيك، لأنه له افضال علي كبيرة، يعني هو واحد من الأشخاص اللي اهتم فيي، اللي يعني اهتم فيي ماديا حتى بفترة طفولتي، فإله أفضال علي ما في إنكرها ولا حأنكرها ولا حأنساها بحياتي، وكتير بتحز بنفسي. وفي أشخاص كتير بحبهم من اللي أخذوا مني موقف وما كان لازم يأخذوا مني موقف، كان لازم يقولوا طب أصالة يعني هذا رأيها وهذا رأينا، وأنا عندي لليوم أعز وأقرب أقرب 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 الناس لإلي من السوريين اللي هن الست اللي ربتني تقريبا، يعني شاركت مع أمي بالتربية، ورفقاتي اللي ربيت معاهم لين أمي أمل وليلي وهنادي أصحابي الأقرب، منهم رأيهم عكس رأيي، عرفتي، في منهم رأيهم عكس رأيي تماما،
ولكن بيحبوني. فأنا يعني كنت بتمنى لو أنه ضلت هيك، يعني لما بيطلع من فنانين هيك كلمة فيها أذية أو كلمة جارحة بتكون وقعة أصعب علي. من الجولة الأولى للجولة الثانية، أصالة نصري. أصالة، هل تجرؤي على الاعتراف أنك أهنتي أبو أولادك شام وخالد؟ يعني هو الحقيقة اللي صار العكس، أنه هو يعني أهان أولاده أهان فترة طويلة من الزمن. كونه طلع برا الدائرة هي ممكن تكون بإرادته هو اللي اختار يكون برا الدائرة تماماً، لأنه كتير في حالات انفصال بالعالم عموماً أكيد بالمليارات، ولكن بيكون في هيك الحس بالمسؤولية، المحبة، هو الحس بالمسؤولية هو اللي بيخليكي أصلاً حتى مع أصحابك مع قرايبينك مع كل الدنيا، حسك بالمسؤولية بيخليك تهتمي بنفسك أكثر. أكيد هو ما كان عنده موجود الحس بالمسؤولية. حسيتي إنه خروجه من الدائرة إهانة؟ أي بالتأكيد، هي إهانة أي بالتأكيد لأله، بس هي كانت باختياره. هل تجرؤي على الاعتراف بأنك السبب في أن حياتك الشخصية بقت مباحة للصحافة للإعلام للفانس؟ يعني كوني شخصية عامة فأي حدا بده يتخانق معي بده يطلع للصحافة، أي مشكلة بسيطة. يعني في ست مثلا بتعمل فساتين ديزاينر مسمية حالها، ما حبيت لبسها لأنه أنا عموما مرتبطة، يعني مرتبطة من كل النواحي، يعني كولاج برام بحس أنا وياه نحن شراكة عمر وفي ارتباط بيننا كتير كبير، يعني حتى عاطفي مرات هو بيكون كأنه أخي أبي صديقي الأقرب لألي. فله سبب أنا ما في، وغير إيماني في أنه هو كأهم مصمم أزياء عموما على مستوى العالم، واليوم هو أثبت ذلك يعني، فما كان في يتعامل معها. فكوني لبست لها مرة لأنه زعلت وبعدين اعتذرت منها فصارت تطلع بقى للإعلام، فهي كتير بشعة. يعني هي بتصور من أكبر السلبيات اللي بتصير بحياة أي فنان عموما، إنه أي حدا بيختلف معه بده يطلع الصحافة وبهدله. فمو بإيدي تفاصيل حياتك الشخصية، ما بتحسيش إن غلطتي إنها تطلع أنا من الصحافة أو بتغلطي؟ تطلع خارج عن إرادتي. يعني تكلمنا عن أحلام، ما نعرفش مثلا مشاكل ليها مع إخواتها نانسي عجرم مثلا، كتير من النجمات ومن وفي الفنانات كتير كان لهم مشاكل مع أخواتهم، يعني نجوى كرم منهم، مش عارفة مين منهم العزيزة يعني نجوى، لأنه مؤخرا صرت بحبها كتير. مؤخرا صرت بحبها كتير، بحب جدا ضرباتك تحت الحزام. لا كنا مش أصحاب، عشنا فترة طويلة حتى ما كنا نسلم بغلط مني أو مبادرة مني، لأنه أنا ما بعرف سلم على حدا ما كتير حاببته أو مفكرة شيء وش، يعني ما كنا نسلم على بعض. بس مؤخرا سلمنا وكانت الحياة المبادرة منها هي، فهي كانت وبقيتوا أصحاب. ما بقيناش، ما بنلتقي بس حبيتها، يعني حبيتها وحبيت طريقتها وحبيت اللي عملته. هل تجرؤي على الاعتراف إنه شخصيتك بتقدر تجعل من أصدقاء اليوم أعداء الغد؟ غصبا عني بيكون، والعكس صحيح. والعكس صحيح، في أشخاص كتير كنت على خلاف معهم لما بنجتمع بيتحولوا لأصدقاء حميمين، وكتير كتير بتصير معي. وهي بعتبرها أنه هي كمان بحد ذاتها يا أما هي موهبة أو نعمة من عند رب العالمين عطاني إياها. بس إذا في أشخاص تحولوا لأنه عندي أنا آراء ما معينة بيكون من سوء حظي، أنا كنت بتمنى يكون غير هيك. في أشخاص بأسف عليهم وفي أشخاص ما بأسف إطلاقا، يعني ما بحب يكونوا بحياتي، ما بحب. في نوعية أشخاص ما بفضل إنه في ناس خسارتها مكسب؟ بالتأكيد في ناس خسارتها مكسب. هل تجرؤي على الاعتراف إنك تراجعتي عن إصدار أغنيتك لو الكرسي بيحكي خوفاً من بطش النظام؟ والله لا بيبيتي، لأنه موقفي وكلامي أقوى بكتير من أي أغنية عموماً. ليه وقفتيها؟ ليه ما أصدرتيش وقفتها الأغنية؟ حسيتها أولاً أنا لحنتها لأنه ما حدا رضي يلحنها على الكلام، فطلع اللحن الحقيقة أول سبب لحن بيقرف، يعني ما بعرف لحن أصلاً. بس ناس كتير جداً في مصر يتمنوا يلحنوا لك، مش لازم سوري. في أكتر من شخص يعني حتى بمصر ما رضيوا يلحنوها،
وأنا قلت ما بدي ورط حدا بالحقيقة، قلت يعني بلا ما يجي له مسبي عن طريقي ويقول يا ريتني ما عملتها. فهي السبب الأول. السبب الثاني، حاسة إنه شعوري تجاه الأزمة مو هو اللي تعبر عنه بالأغنية، ولسه لليوم ما لقيت كلمة بتعبر عن شعوري اللي هو مرات أنا بقوله كلاما، اللي هو اللي قلت لك يا قبل شوي مش عم ينقال بغنية. كنت متسرعة لما اخترتي الأغنية، لما اخترتي كلام؟ إيه كنت مندفعة، كنت مندفعة، بس أنا بحب كلام الأغنية، بحبه شعرا بس مش حاببته أغنية. هل تجرؤي على زيارة سوريا خلال العشر سنوات القادمة؟ الله أعلم، يمكن زورها بكرة، بس اليوم ما في، لا ما بتجرأ. بس يعني الله يكتب لي وإني زورها بأقرب وقت. هل تجرؤي على ذكر عدد المرات اللي طلبتي فيها الطلاق من جوزك المخرج طارق العريان؟ يعني ولا مرة طلبت بجدية. بجدية؟ لا ولا مرة طلبت بجدية، وما في أساساً. يعني أنا بالنسبة إلي طارق هو الهوى اللي بتنفسه. تطلبي بدلع؟ بطلب لا بعصبية، يعني بعصبية هيك معصبة، ومشان هيك الستات ما لازم تكون بإيدهم العصمة، يعني لازم تكون مع الرجال بالآخر. أنا ست يعني، وبس بهدى على طول. هو بيضحك، هو بيضحك علي غالبا يعني. او دائما 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 بيضحك. هل تجرؤي على الاعتراف بانك غيوره على جوزك بجنون؟ والله مو بجنون، وحياه الله غيوره طبعا. نعرف نسمع انه بجنون، والله العظيم مو بجنون. وراس بابا ولا مره اجيته، مع انه بيكون معاه مثلا ستات وصبايا بجننوا بيمثلوا معاه، بحياتي ما رحت له موقع يعني بالتصوير إلا مع طبعاً، لأنه بتربطني علاقة صداقة بمنى، ورحت بناء على طلبها. هي دقت لي قالت لي أصالة بدي إياك اليوم تيجي تحتريني شوي، وأنا أساساً يعني فان لتمثيلها وفان لطريقتها. فقلت يلا بالمرة بروح بشوف منى وبقعد شوي مع طارق. ومع ذلك توترت يعني لما رحت، لأنه بخاف كتير يعني ما بروح وما بحاوطه. ولا مرة رحت له مثلاً فكرت أني رحت له الشركة أعمل بعمري ما عملتها. فأنا غيرتي، بس اللي بقوله دائما انه مين بتقدر تقرب، يعني مين بتقدر تقرب، بخاف من هاي. فبضل بهدده مشان ما يفكر، انا بس عم برعبه. بس انه مثلا سلم، يعني انا كتير حضاريه، وبقدر انه كمان جوزي بالتالي يعني انا كتير شخصيه، علاقاتي مع الناس كتير وديه وكتير حميميه، مع الشباب، مع جواز اصحابي، مع اصدقائي. فبالتالي ما ممكن يكون غيوره متخلفه يعني قول لطارق بتعديله نفس الحاجات. لا يعني هو طريقته مش زي، مش مثل طريقتي مع الناس، ما عندوش طريقة، ما عندوش هالخلطة مع الناس اللي هي موجودة عندي أنا مع الناس. فبقدر كتير احترامه لكتير من الناس وكتير من الستات، كتير بقدر وبحترم حتى طريقته ومحبته يعني لستات، بعض الستات يعني اللي حولي. بس في ستات طبعا ما بتنعطى وش أكيد، يعني قليل كتير كتير. دول بقى ال إيه دول بقى ال إلا بقى اللي بقول له انتبه انتبه. ايه بس مثلا اذا مرقت ست حلوه انا بقول له اطلع. اذا وحده لابسه فستان مفتوح بقول له شوف شوف، معقول هيك يعني؟ مو انه بخليه ما يشوف يعني، وهكذا. عندي يعني بس حضارة. بتكون حقيقيه من جواكي ولا بتعملي حالك انه يعني مش فارقه شوف شوف؟ والله العظيم بتكون حقيقيه من جواكي وراس بابا. لاني بعرف انه هو كتير نظيف ونيته نظيفه، يعني واثقة فيه جدا فوق ما تتخيلي. يعني نفس ثقتي بنفسي، لأنه هو عنده ذات الشعور. هل تجرؤي على الاعتراف بالغيرة من بعض زميلاتك في الوسط؟ حتى غيرتي، مش أنه أي بغار من بعض الناس، بعض بغار مرات من الأغاني أكثر من الأشخاص. يعني في أغاني بسمعك الأغاني والصوت أحيانا ولا بس الأغاني؟ يعني الصوت لا بالحقيقة. لأنه أنا بالنسبة إلي بعشق كتير أصوات، بس أكثر صوت بيتربني هو صوتي بالحقيقة. وأكثر شخص بيأثر فيي. طب أغاني زي إيه؟ بس في أغاني بقول يا ريتني، يعني يا ريتني غنيتها. يعني مثلا لفضل شاكر بعشق أكثر أغاني، وائل كفوري بعشق له كثير أغاني، بموت على كثير من أغاني أنغام. أنغام شيرين بعشق أغانيها. بس شيرين بتعمل يعني، شيرين وحتى أنغام بيعملوا من الأغنية فستان لا يقلن هنن. عرفتي؟ بيعملوها شبههم. شبههم. فبقول يا ريت يعني لو غنيتها أنا يا ترى كيف كان شكلها. مشاعر مثلا بعشقها لشيرين. فمرات بقول هيك على أغاني بس مش على أشخاص. هل تجرؤي على الاعتراف إن سبب صلحك لشيرين كان إنها تيجي ضيفة في سولا؟ إطلاقا. لأ؟
إطلاقا شيرين إجت على صولة كأنها بتجي على أي برنامج، يعني ما صار في موني أو أنا اتصلوا من الشركة اللي اتصلوا واتفقوا معاها، وهي كانت مبسوطة والحلقة كانت لمصلحتها ومصلحتنا بالتالي مثل ما سبق وقلت لك قبل شوي. كانت يعني كان صلحك لسه قريب جدا واضح إذا مش بنفس يوم الحلقة. إيه نحن متعاتبتوا جوا الحلقة بشوي ومنتباعد نقطة ومنرجع بتقوى العلاقة وبترجع بتخف بحكم انشغالي وانشغالها، بحكم إنه نحن الاثنين كتير حقيقيين. كمان شيرين عندها يعني كم من الصدق هذا اللي بحبه فيها وبشخصيتها، ما بتعرف تكون كتير يعني تقول أشياء مش حاسستها. وأنا نفس الشيء وبزيادة، طبعا أنا بزيادة كتير، فمشان هيك مرات نقرب كتير مرات بنبعد شوي، بس بالآخر نحن أصحاب يعني، وبحبها كتير وبتصور هي نفس الشيء. هل تجرؤي على الاعتراف إنك عملتي كمذيعة وقدمتي برنامج صولا من أجل المال؟ مش 100%، إيه مشان الفلوس طبعا، لأنه يعني بهاي الفترة كنت يعني بحاجة إنه يكون معي شوية فلوس زيادة، بس أنا كنت حابة التجربة أكتر. كل الوقت بقول إنه في ناس في فنانين مفروض يطلعوا كتير، وأنا بحس أني أنا واحدة من الفنانين اللي لازم أحكي كتير، بحس جواي في كلام كتير بتمنى الدنيا تعطيني وقت، بدي سنين طويلة لحتى عبر عن الفلسفة اللي جواتي أو نظرتي للحياة، نظرتي للصداقات، نظرتي للأشخاص، للموهبة، للإصرار، للاستمرار، لأشياء كتيرة. فمحتاجة مش لقاءين، أنا ما بعمل لقاءاتي قليلة، لقاءاتي حتى الصحفية قليلة باختيار مني، وعملت لها قوانين كتيرة لحتى شارك، يعني عملت طلبات كتير لحتى شارك بمكان ما معين. فكان نفسي يكون عندي منبر عبر عن حالي فيه، حب حالي يعني، حب اللي أنا بقدمه فيه. أنا على المسرح بحفلاتي الخاصة بكون أكتر سعادة، لأنه بحفلتي الخاصة بكون قدام أشخاص قلال، فبعبر عن حالي براحة أكتر من لما بيكون في كاميرات مثلا قدامي بحفل مرسوم كيف لازم يكون. فأنا بحب أعبر عن حالي، مشان هيك حبيت تجربة صولا. هل تجرؤي على ذكر المطرب رقم واحد في مصر؟ شو يعني قصدك، مطرب ولا مطربة؟ مطرب الأول. مطرب هي تتراوح يعني حسب أنت مين بتحبي أو مين بيستهويكي. أصالة مين عندها رقم واحد من مصر؟ كتير محرج هذا السؤال، يعني كتير بالنسبة لي محرج. كتير محرج، يعني بعرف إنه ما بتخافيش حد يزعل منك وإنه رأيك بتقوليه يعني، وإذا ما حبوه الناس مش مشكلة. لهالدرجة يعني أنا مش بالآخر، أنا صريحة فيما يخصني. طب مين أكتر واحد أصالة بتحب صوته وبتحب أغنياته؟ ما فيش أكتر واحد، في كتير ناس يعني بمصر. تدري إنه بحب أغاني عمرو دياب، يعني رغم استغرابي يعني علامات استفهام بالنسبة إلي على شخصيته، على تصرفاته، على تخبايته، على لأنه بقول موضوع التخباية عندي وجهة نظر فيها إنه نحن لاحقين نتخبى بشكل ما في قوة بالأرض تقدر تشيلنا. فاليوم أنا مع قلة الظهور، وأنا واحدة من الناس اللي مثلا لقاءاتي قليلة جدا، بس لازم أطلع بالآخر، لازم أعبر عن نفسي، إذا عندي شيء حلو بدي بينه. فبحب أغني، وواحد من الأشخاص يعني بحب فيه شيء، بحب أغني، بحب اختياره الأغاني، بحب مين يا ربي، تصوري طيرتي الناس من راسي، ذكريني باب محمد بعض منير، يعني بعشق شخصيته. محمد منير كتير يعني هو تركيبة فنان حقيقي، بيعجبني مثل ما هو كتير، أغانيه بشخصيته بطريقته بتعامله، وبحس إنه لازم وضروري نكون أصحاب أنا وياه، هو من الشخصيات اللي بحب كون صديقة له. منير منير وحمائي، محمد حمائي مهذب وراقي وكثير كمان بيعجبني، والأقرب إلى نفسي، اللي كمان بنختلف مرات كثيرة بس بنتصالح، بس نحن في شيء بيربطنا قوي جدا، صداقة مع أخوة مع عشرة مع أشياء كثيرة. رامي صبري حبيبي رامي، كثير بحبه، ما بعرف أزعل منه، وبحس بخوفه علي وبقلقوا علي لما بكون موجودة، حتى لما ما كنا متصالحين كنت موجودة أنا وياه بمكان، وأنا كنت لوحدي لأنه تيتو كان عم يصور، وكنت أنا يعني بدعوة من صاحبتي وكان لازم روح مشان جاملها، فهو كان كل الوقت عم يحرسني هيك بعيونه وخايف علي. بحب هاي العلاقات أنا، بحب المودة،
أحمد سعد وتامر حبيب. أحمد سعد من أعظم الأصوات في التاريخ عموماً. بتحبي صوته؟ جداً وبحبه، وهو مش صديقي، هو أخي. حسام حبيب نفس الشيء، حسام من أقرب الناس لألي. يعني حسام ورامي وأحمد هن أقرب ثلاثة لألي لنفسي. كأصدقاء وكحبايب كأشخاص أنا كمان بقدر كتير موهبتهم. سؤال محرك تاني بقى. أي هل تجرؤ أصالة تقول لنا المطربة رقم واحد في مصر؟ من وجهة نظري. من وجهة نظرك أنغام. هل تجرؤي على ذكر سبب رفض أمال ماهر الظهور في سولا؟ هي رفضت. هي رفضت بتصوري كونه في أصالة كان... عارفة السبب. عارفة طبعا، كونه كان في علاقة اجتماعية شائكة بيننا، أنه تجوزت جوز أختي، بس هات ما له علاقة، لأنه اليوم أنا استضفت واحدة علاقتها معي شائكة أكثر بكثير من علاقة أمال ماهر. بالآخر أمال لما تجوزت حبيبي وصديقي وعيوني محمد ضياء بموت عليه، وعندي تاريخ طويل معه، وفي ذكريات مع الوقت ببيتي بتصير كأنك عم تذكري شيء أنت مش فيه، أنت مش طرف فيه. أنا حتى في ذكريات مؤلمة بالنسبة إلي لما اليوم بحكيها مثلا لتيتو وبالليل هيك ونحن قاعدين، والله العظيم بحس أني عم بحكي عن حدا تاني، عم بحكي قصة حدا تاني. مش ممكن تكون هاي الأحداث كلها صارت معي وأنا ليكني كويسة، ما في شيء، يعني ما في زرائب وشي، عيني موجودة لسه، يعني الحمد لله. مش قصدي جسديا، قصدي بتحكي طبعاً. أشياء. فحتى قصة أمال مع محمد ضياء مع الوقت صارت قصة لا تعنينا، لأنه القصص هيك مشيت، وأختي حبيبتي تجوزت شخص واضح رائع القصة وحبيب لسه وعظيم بهاء صبري. يعني ومحمد تحول لصديق وأخو. فالذكر في أشخاص أنا بقول بيوقفوا عند بمرحلة ما، ما بصير اليوم نوقف، دائما نحن لازم نتجاوز بعض الأشياء، لأنه الأشياء تجاوزتنا أصلا، فلازم نحن نتجاوزها. يعني من لما زمان. تتجاوزنا. هل تجرؤي على الاعتراف إنك ملكيش صاحب؟ بالعكس، يعني بالعكس، أنا يمكن في أشخاص إيه حطيت عليهم إكس، لأنه حسيت أنه ما قلهم معنى خسارة بسرعة المكتب. بتحطي إكس؟ لا والله العظيم مو بسرعة، لازم يكونوا عملوا معي حدث جلل لحتى حط إكس. والدليل أنه أنا عم قلك اليوم على رامي، ما رامي طلع على التلفزيون وقال أشياء مش لازم يقولها كونه صديق وحبيب وأخ، وصارت يعني أحلام كمان، يعني صارت رجعنا أصدقاء وحبايب وأقرب من أول بكتير، مع أنه نحن الاثنين يعني طلعنا وقلنا، وهي طلعت طبعا الأول قالت. فيعني مش صحيح الحكي، بس إذا حدا عمل معي حدث جلل ما بعرف، وهي هي واحدة من عيوبي، ما بعرف اتسامح إذا الإساءة هزتك. إذا الإساءة هزتني ما بعرف للأسف. هل تجرؤي على الاعتراف أنك بتستخدمي مساحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي لتصفية حساباتك الشخصية؟ مرات مرات. أنا كلمتي إلها تأثير، وسبب تعلق الناس فيي أنا بما بقوله، بما بكنه، بما بشعر فيه، بطريقة تعبيري. هذا سبب الأول، والثاني موهبتي، والثاني موهبتي. فلهالسبب أنا كتير مبسوطة على تويتر أنه بعبر عن جزء من شخصيتي، جزء من صدقي. فإيه مرات فش خلقي فيه طبيعي، من حقي، من حقي فش خلقي. يعني في صحفية مثلا مرة معي مرة علي، مرة بتعمل مدري شو، مرة بتقطع الدنيا لتصالحني، ومرة بتعمل معي لأنه خايفة من جهة ما، بتأذيني، بتقول كلام كلام جارح لألي. فمن حقي يقول يعني، فقلت عنها وقلت عن غيرها وهيك يعني. هل تجرؤي على ذكر اسمها ولا مش حابة؟ مش تصفية حسابات، مش حابة لسبب، لأنه خلاص الأكس عملتي أكس. عملناها. إيه. هل تجرؤي على الاعتراف إنك تجيدين الانتقام من اللي بيعادوكي؟ تعرفي تنتقمي، والله العظيم بتعرفي تاخدي حقك. وراس بابا مش أنا، ولا برضى ولا برضى، وقسما بالله العظيم وراس أبوي في حياتي، في حياتي ما حاولت أذية اللي أذوني، واللي أذوني كتير. يعني اللي مش كتار، اللي أذاني أشخاص قلال، بس أذوني كتير. الأذية نفسها كانت كبيرة. ما فكرت بحياتي
مش لشيء، لأنه أنا استثماري اليوم مع رب العالمين، أنا استثماري مع استثماري بالمحبة ومع نفسي. أنا إذا بدي أفكر بدي أؤذي شخص بكون عم بأذي نفسي، لأنه هذا شعور البغض والانتقام شعور بيأذيني أنا مش بيأذيه، وأنا بعشق نفسي فمش هأعمله مشاني مش مشانه. فما فكرت في حياتي. أنا مكسيمومي مكسيمومي أني أعبر بكلمتين، أني أقول كلمتين، أني هيك، هذا مكسيمومي. علشان كده بتقولي على طول، بتفضي على طول. بس أنه حتى لما بأكس على حدا ما بيكون قصدي كمان أنه بتمنى له، والدليل والدليل صولة. صدفت كتير ناس أو قلال من الناس اللي كنت عم بتحدى نفسي بدي أشوف، يا ترى أنا كنت عم حط حالي بامتحان فيها. لأنه مرات أنت بتقولي، بتعرفي لو أنا بالموقف، أنت بتقولي لرفيقتك عم تتفشخري لها، بتقولي بتعرفي لو أنا مكانك بالموقف لعملت كذا وكذا، بس أنت مش بالموقف. أنا كتير بقول هيك، أنا لو بهذا الموقف كنت عملت كذا وارتقيت على شعوري وعملته وتصافيته، بس مرات الفعل بيكون مختلف. أنا طبعا كنت بصولة عم بتحدى نفسي، عم شوف واستضفت حدا ما كنت بتخيل في حياتي أني التقي بمكان ما وسلم أو شوفه أو مين استضفته ودلعته وتصافينا. والله لما حضنتها يعني كان في، بتعرفي مرات الناس اللي بيكون عندك مشاكل معاهم حضنهم بيكون مختلف، يعني حضنهم حتى بيكون في شكل من المحبة كتير حلو وكتير غريب. وخصوصي لما بيقلك حدا مو متوقع انه يقلك انا بحبك ويقلك، بيهز فيك شيء. سارة الهاني، ما كنت بحياتي متوقعة اني اقدر اتحدى نفسي واستضيفها وحبها، ولما تحضني صدقها، ولما تقلي بحبك صدقتها، وحضنتها وقلت لها وانا حبيتك وكنت صادقة، لانه انا ما بقول غير اللي بشعر فيه. مثلا يعني عم بعطيكي بضبط مثل بيبيتي. وأنا حبيتك أصالة. من الجولة الثانية للجولة الثالثة، أصالة نصري. لمسة أكتاف. شو يعني هاي؟ لمسة أكتاف، هقولك جمل هتردي عليا أوافق أو أرفض أو استثناء. لو عايزة تشرحي أو تعلقي هتقولي لي استثناء. أوكي. هتختاري واحدة من التلاتة في خلال 5 ثواني. هيكون في عد على الشاشة. يلا. زواج الفتيات في سن صغير كارثة لازم نقف ضدها. موافقة. القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. أكيد. نانسي عجرم عمرها الفني أكبر من هيفاء وهبي. احتمال. احتمال مش عايزة تزعلي حد؟ لا احتمال، لأنه مين عارف يعني، دي ما بتقدري تقرري، لأنه مش أنت عم تحكي على أشياء كتير فيها تفاوت. فهي علمها عند رب العالمين، يعني مش عارفة، ما أنا ندخل رب العالمين بهالقصص. بس أنه مش عارفة، ما عنديش توقعات على هاي الأشياء. خسارة الأهل بسبب مواقف سياسية حماقة لا تغتفر. بالتأكيد استثناء. استثناء بقى، بدي أحكي تركيني شوي. قولي بقى. يلا بقى. يعني أنا بقول اليوم الخلاف وارد، إن كان على مواقف سياسية أو غيرها، الخلاف وارد بين طبعًا الأخوة طبعًا. إنه يكون أنت رأيك شيء ورأيي شيء، بس ولكن ما لازم يكون في شرخ عائلي بسبب مواقف. إيه ما المفروض إطلاقاً. لأنه أهم شيء في الحياة نحن دائماً نسعى له هو العائلة. نحن اليوم نشتغل مشان العائلة ونصبر مشان العائلة ومنسافر، نعمل كل اللي بنعمله مشان العائلة، فما في شيء يستحق إطلاقا يصير، يعني يكون بسببه يصير شرخ عائلي. لكن هو بيكون قرار فردي، يعني قرار من فرد واحد إنه يعمل هذا الشرخ. الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الفنان في صغره هي اللي بتعمل منه إنسان مختلف. حسب ردة فعله ببيتي. استثناء. حسب ردة فعله على المأساة أو على الطفولة أو على المعاناة. عموماً نحن كلنا كبشر عنا شكل من أشكال المعاناة، وخصوصاً يعني بعالمنا العربي، بحكم أنه مثل ما قلت لك بالبداية اللقاء، أنه نحن أول ما بنتعلم الحكي بيعلمونا شو لازم نقول وشو ما لازم نقول، ما بيتركوا شعورنا ينطلق، أو نحن يهزبولنا بس شعورنا ويتركونا نقول نعبر بطريقتنا. فهو حسب أنت كيف، شو أخذتي ماضيكي،
يعني كيف أخذتي كيف تستثمري؟ أنا بقول الحياة دائما، بعت حتى مسج لصاحبتي من يومين قلت لها الحياة قسيت علينا كلنا، إذا نحن بدنا نقسى مع الحياة صارت الدنيا ما إلها معنى، ما لازم نحن نقسى لما الدنيا بتقسى، بالعكس كل ما تقسى الدنيا نحن لازم نزيد لين ونزيد ظرف لأنه بدنا نوازنها وبدنا نعيش. أكيد نحن بدنا نضحك لأنه في ناس ورانا بدها تضحك، بدها تتعلم الضحكة. اليوم إذا بدهم يشوفوني ولادي كل الوقت مكتئبة أو زعلانة أو عم بندب، منين بدهم يتعلموا الضحكة؟ مزبوط. منين بدهم يتعلموا يسايروا حياتهم؟ لأنه الدنيا كتير بدها غض نظر، وغض النظر بيصير بأنك كيف بتاخدي ماضيك وكيف بدك تمشي إزاي فيه ممكن لقدام. تشوفي الجزء الإيجابي إزاي ممكن منه. تستفيدي منه. من طبيعي. اللي بتمري بيه، لأنه أنا اليوم إذا بدي أذكر لك ماضي بمأساة في يخليكي تبكي مليار تريليون سنة، بس بالعكس أنا بشوف كل حتى معاناتي بطفولتي، حتى مرضي، حتى ألم رجلي، حتى كل شيء معاناة ممكن تتخيليها أنا بشوفها اليوم أحلى شيء في الدنيا صار لي، قمة الإيجابيات. هو اللي خلى أصالة الإنسانة اللي قاعدة قدامي، هو اللي خلى أسراري وطموحي وسعادتي حتى بأبسط الأشياء. بخاف من تقلبات الزمن. بمعنى توافقي ولا ترفضي ولا استثناء؟ بتخافي من تقلبات الزمن؟ لا. تتحدي حتى الزمن؟ لا مش بتحدى، بس أنه الزمن هو شو بتزرعي فيه بتحظي. إذا ما حصدتي قال لي جوزي هاي الجملة، فمش معليش بس مشان هيك بدي إرجعها لإله. بتزرعي هون ممكن ما تحصدي هون، تحصدي هون وهكذا. فيعني اللي بيعمل هيك يلي بيحس أنه طول وقته عم يحاول يكون إيجابي مع الزمن ومع الحياة ومع الأيام ما يخاف. زيارتي للبنان الآن مستحيلة؟ لا لا، رايحة بعد كم يوم على لبنان، أقعد شهر. شهر؟ شهر. والله العظيم شهر؟ شهر. لأنه شو أنا شيلي حبي للبنان الفظيع، يعني بالنسبة لي أجمل دولة بالعالم. أنت زي بعشقها. أنا بعشق ناسا. أكتر ناس متعلقين بشخصي مش بس فني هن اللبنانية. أكتر كم من الأصدقاء عندي بلبنان، فيعني حدث صغير مثل اللي صار المرة الماضية مش هيأثر نهائي بعلاقتي. وأنا مثل ما قلت لك دائما يعني أتجاوز الأشياء هي تماما. أتجاوزها، وكوني يعني ما بخاف كرر شيء أو وبعتبر إنه هذا الشيء خطأ، مش إنه مشكلة قائمة بحد ذاتها، إنه ما بخاف من لبنان على طول، لا. هي قصة صارت وانحلت. مع الخروج الآمن لبشار الأسد؟ بتمنى. بخاف على بنتي من فشل زواجها؟ أنا عموما بخاف على بنتي من الهوى اللي بيمرق قدامها، خاف على بنتي كتير، بس إن شاء الله يعني الدنيا بتكون معاها مثل ما هي إن شاء الله. بتستحق. هنن من كتر ما حبوا بعض وهنن وصغار أطفال صاروا مع الوقت كتير شبه مواصفات بعض. فإن شاء الله الله يكتب لهم إنه ما يغير عليهم الاثنين إن شاء الله. يا رب العالمين. أمين يا رب. سأظل رقم واحد حتى لو اعتزلت؟ لا ما بقول هيك. حتى لو فكرت فيها بيني وبين نفسي بس ما بقولها. بس فكري فيها بينك وبين نفسك طول الوقت. بتحسي انه أصالة حتى لو ما غنتش ولا اغنية جديدة هتفضل باغانيها اللي فاتت رقم واحد؟ اكيد. انا بتخيل اني من اكتر الناس اللي اثرت بالناس انسانيا. وانا فخورة فيه، حسوا هذا انجاز يحسب لي. اليوم طبعا. انا لما بغني عم غني بشي مو ملكي، اللي هون برقبتي هذا ملك رب العالمين هو عطانيا. ولكن كوني انا اعمل هاي المعركة بيني وبين نفسي اني انتصر، خلي انسانياتي تنتصر على اللا انسانيات، هذا انجازي انا. طبعا. فمن حقي اني اتفاخر فيه، وهو هذا تاريخي مع الناس الاهم. ده جهاد نفسك. برامج المسابقات والمواهب ما بتصنعش نجوم باغلب الاحيان. المشاركة في لجنة تحكيم برنامج مواهب شيء يستهويني جدا، وهلا رايحه اعملها. وهلا رايحه اعملها. الموسم القادم من سولا هو الاخير؟ بكره كلمه اخير فوق خيالك بكل شيء. بكره حتى هلا وقت كنت بزياره عند صاحبتي لما قالت لي اصاله معلش اليوم نسهر بدنا نقعد نقرقر حتى لو ما نمتي لانه هي الليله الاخيره، كلمه اخير هي بتخوفني. بس هو هو من غير الاخير. ارفض التمثيل حتى لو فيلم من إخراج جوزي؟
لأني ما بعرف. تعرفيش تمثلي؟ تقريبا متأكدة. تقريبا. ما عنديش مواصفات. أصالة. الضربة القاضية. ده سؤال مكتوب على ورقة. هتقريه. وإنتي اللي هتختاري أسأله على الملأ ولا تنسحبي وكفاية أسئلة. يعني قبل ما أقرأ أنا نعست بشكل يا بيبي. يعني تمهيدا للانسحاب إذا مش حابة. لا مش صحيح. مش صحيح؟ لا. أسأل؟ أسألي. أصالة. مدمنة قمار. كتير اتقالت وانتشرت بين صحافة وبين أشخاص وفي أوساط كتيرة. سافرت مرة لاس فيغاس أول مرة. لما سافرت كان عندي طبعا القناعة اللي موجودة عند أغلبنا إنه هذا الشيء ما بيصير. ولكن كل حدا فينا جوا هالشيطان الصغير اللي بيلعب براسه. وعدت سليت على مكان على أشياء بسيطة جربتها مرة مرتين بلاس فيغاس بالمكان يلي عملوه له الشيء. فطبعا أي حدا مشهور بيشوفوه عم يعمل فتفوتة الشيء بتكبر القصة وبتصير بقى أنه وكأنه مدمن على هالشيء. مثل لما مثلا وقت حبيبي أخي شافوا بإيدي سيجارة يعني يوم حبيبي العزاء قالوا إنه قاعدة بتشرب قهوة وسجاير لأنه فسروها بطريقتهم. ف يعني الفنانين مظلومين بهي إنه إذا عملوا ولو غلطة صغيرة بتصير بتحسب عليهم وكأنها هي محور حياتهم. بيكونوا هن عم يعملوا شيء كل الناس بتعمله. يعني أنا رحت شفت هنيك أشخاص ما من كل مستويات البشر لأنه هذا المكان مثل الملاهي ممكن تجربي وأنا حبيت أجرب وخلصت القصة. يعني ما بدأ يعملوا منا قضية. وبالتأكيد أنا أساساً وقتي لا يسمح بإني يكون مدمنة لأي شيء في الحياة خصوصاً إذا كان بيأذيني. أصالة نصري شرفتيني. شكراً جزيلاً. نورتيني. ألف شكر. شكراً على حضورك ومشاركتك. شكراً جزيلاً. تسلمي. إن شاء الله كنت خفيفة على قلبك. فوق خيالي. والله العظيم انبسطت وانبسطت إني حكيت عن أشياء يعني تجول في خاطري طول الوقت. ومبسوطة أني تعرفت عليكي. أنا كمان. أنا كمان. شكرا جزيلا. شكرا أصالة نصري. شكرا مشاهدين على المتابعة. تحياتي منى عبد الوهاب.